وعلى صعيد آخر التقى أحمد عبد الجبار الكريم رئيس مجلس محافظة صلاح الدين مدير عام دائرة الزراعة في المحافظة، وتم خلال اللقاء بحث الواقع الزراعي ضمن توجيهات الحكومة الاتحادية لتفعيل الدعم المقدم من قبل الدول والمنظمات المانحة وسبل الارتقاء بهذا القطاع الحيوي الذي يواجه تحديات كبيرة خلال هذه السنة مع قلة المياه الواردة للبلاد وتدمير الكثير من المرافق والمنشآت الزراعية على يد عناصر داعش الإرهابي.